أهلا بكم في الاقتصاد اليوم. وفي أبرز العناوين تتابعون: الإعلان عن فوز كونسورتيوم تقوده فودافون البريطانية بالرخصة الثانية للهاتف النقال في قطر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعلن المجلس الأعلى للاتصالات في قطر أن اتحادا تقوده فودافون مع مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع فاز بثاني رخصة للهاتف النقال في البلاد دون أن يكشف عن قيمة الصفقة. وكانت فودافون من بين 5 شركات نجحت في بلوغ المرحلة الأخيرة من المنافسة على الترخيص لإنهاء آخر احتكار لقطاع الاتصالات في العالم العربي. وتدير شركة قطر للاتصالات كيوت الشبكتين الواحدتين للاتصالات النقال والخطوط الثابتة في البلاد. مرحبا من جديد. الآن عودة إلى موضوع فوز كونسورتيوم تقوده شركة فودافون البريطانية بترخيص بالرخصة الثانية للاتصالات هنا في قطر. وحول هذا الموضوع ينضم إلينا في الاستوديو هنا حمد المناعي مدير السياسات التنظيمية والاقتصادية في المجلس الأعلى للاتصالات في قطر. مرحبا بك سيد حمد. بداية، من يتضمن هذا الكونسورتيوم الذي فازت أو بقيادة فودافون؟ طبعا يتضمن مؤسسة قطر اللي هي قطر فونديشن لتنمية المجتمع، وفودافون شاركت بهذا الكونسورتيوم. أعلنتم عن قيمة لهذا الفوز؟ طبعا سياسة المزاد اللي تبناها المجلس الأعلى في المرحلتين الأولى والثانية من المزاد، حيث أن المزاد تم على مرحلتين، قامت على أساس أن عملية المزاد عملية مشتركة بين المجلس الأعلى والاتصالات ومقدمي الطلبات كعملية داخلية. لذلك اليوم احنا ما شفنا أي رقم، واتسمت عملية الترخيص في البداية من بدايتها بحرية الاستفسارات بين الشركات المتقدمة وروح الشراكة مع المجلس الأعلى ومشغلي الخدمات. فعلى سبيل المثال المجلس الأعلى للاتصالات قام باستشارات المشاركين المقدمين الخدمات في وضع الرخصة الفعلية وفي طريقة عملية الترخيص، فكانت العملية متبادلة في أكثر الأحوال بين المقدمين الخدمات ومجلس الأعلى للاتصالات. لن يكون هناك إعلان عن أي رقم في هذه في عقود الصفقة؟ لا، ليس. طيب، قبل الحديث عن موعد بدء العمل، كيف سيكون تكوين الشركة التي ستقوم بمنحها هذه الرخصة؟ طبعا المجلس الأعلى للاتصالات سيقوم بترخيص الشركة الفعلية اللي هي ستكون شركة مساهمة قطرية، يتكون الكونسورتيوم الفائز على يحاز على 45% من قيمة الشركة، وسيكون هناك 40% اكتتاب عام لهذه الشركة و15% للمؤسسات الـ Government Institution